انطق يالا، انطق يالا، تقول مين اللي خبط العربية يالا، ده ولا ده؟ ركز يالا. أنا يا باشا ما شفتش حاجة، أنا كنت بمسح العربية وكانت الدنيا ضلمة، ما خدتش بالي. ركز زاد شوية، اللي هتقول عليه هياخد 5 سنين. خلص انجز، أنا مش فاضيلك. ماشي هفكر يا باشا. أبو شنب؟ مش أنا يا باشا، أنا ما كنتش هنا أصلا، أنا معايا ورق إن أنا ما كنتش هنا أصلا. انا لسه جاي من السفر، يعني الطياره مش هتكذب. ولا من غير شنب؟ ولا انا ما عملتش حاجه. ابو شنب ولا اللي حلق شنبه؟ اللي هتقول عليه هيلبس على طول. ركز يا حبيبي، معاك 5 دقايق. يلا انت الشاهد الوحيد، انجز يا بابا. يلا ماشي هفكر يا باشا. المبلغ ده عشان انا بس، تقول ابو شنب اللي عملها. ماشي ماشي، ها اخلع انت. يلا يلا يا ابني، مش فاضيين لك. ايوه باشا، انا افتكرت يا باشا، ده كان الدنيا منوره يا باشا، واللي خد اللي هو عمل ايه، اللي خبط العربيه ابو شنب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ايوه باشا، ما اتاكدت يا باشا، ابو شنب يا باشا. ايوه يا باشا، سلام عليكم يا باشا. يحيى العدل. سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده آخرة اللي إيش هتزور. ملحقش يتغنى بالفلوس يا عيني. المال الحرام ما يروحش، المال الحلال ما يروحش. واخد بالك يا محترم؟ مش كده ولا ايه؟ مش يلا بينا؟ يلا بينا. ويا ريت لو عجبك الفيديو لايك وشير، ولو مش مشترك يا ريت تشترك في القناة. والسلام عليكم.